حديث عن التقارير الطبية الكاذبة. بدنا نحكي أكثر بتفاصيل هذا الموضوع مع الدكتورة المحامية نور الحديد المختصة بعلم الجريمة. أهلا وسهلا فيك دكتورة. صباح الخير، يعطيك العافية. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة نور. وحديثنا المستمر دائما في التوعية القانونية حول العديد من المواضيع اللي حضرتك دائما بتعديها وبنناقشها ضمن برنامج بصراحة. اليوم حديثنا عن التقارير الطبية القضائية. يعني احنا الحمد لله مش اصحاب سوابق، ما عندنا خبره بهذا الموضوع، وانت محاميه مختصه في هذا الاطار، حتى نفهم بدايه شو هي التقارير الطبيه القضائيه وبماذا ترتبط يعني. نعم اوكي، اول شيء احنا بنحكي عن التقارير الطبيه القضائيه، صارت هاي مشكله وانا بعتبرها كمان ظاهره بتقرق كثير من الجهات المتعلقه في الموضوع، سواء المراكز الامنيه، المستشفيات، المحاكم، المراكز الصحيه. هو تقرير طبي منظم بيختص في احد القوانين المسموح فيها باختصاص المهن، اللي في عندك قانون مهن نظم هذا الاختصاص لكل حدا انه بيطلع له انه يكتب هاي التقارير الطبيه، سواء مثلا طبيب اسنان، طبيب عام، فني اسنان، مختبرات، اشعه، كل حدا من هدول الاشخاص او مثلا مذكورين في هالماده انفه مختصين باصدار تقارير طبيه. هي بتكون عباره عن معاينه، لكن هاي المعاينه صار عندنا تعليمات جديده بال 2017 احدثت شروط جديده لهاي المعاينه. تقرير طبي بنظمه حال المعاينة لما يجي مثلا شخص معين او حادث قضائي او مثلا او حادث غير قضائي، بوصل مثلا مركز الصحة او المستشفى، الطبيب المعالج بعينه لازم يكون فحص سريري. على بناء على الفحص المقدم قدامه بنظم تقرير بالحالة الموجودة. هلا سابقا قبل 2017 كانت التقارير الطبية تعطى للمشتكي والمشتكي عليه، المعتدي والمعتدي عليه، وكان عندنا دائما اشياء مفتعلة. ليه انا بحكي انها مشكلة؟ لانه مرات بتكون هي وسيلة ضغط، اما مثلا استحصل مثلا على براءة معينة بقضية معينة، او اضغط على طرف ثاني يسقط قضيته. صحيح. او اخذ مثلا براءة بقضية جزائية انا بعتبرها زي براءة مجانية، او شكوى مقابل شكوى عشان اخفف. أيوة. اي اشكرك على اساس انه في ناس كثير تتخذ هذا المجرى، بقول لك بالاول بلكي وصلنا المصالحه واسقطنا القضايا اذا اشتكيت عليه، خصوصا انه احنا كمان بنعاني من هذا الموضوع لما اقول له روح اشتكي عليه، انت كمان عملت تقرير طبي عشان كل شكوى مقابل شكوى بلكي اسقط، بلكي تصالحته عشان يتجنب الحبس او التوقيف. نعم. طيب موضوع التقرير بتقرير وشكوى بشكوى مقابل شكوى. يعني هل يعقل اني لا سمح الله شخص مضروب او صار معه مشكله معينه وتآذى ومبين انه متآذي يعني وتقريره متآذي، واحد عدم المؤاخذه مشخط حاله ولا عامل رضا؟ أيوة. ولكن الاثنين يعاملوا نفس المعامله. عشان هيك بالتعليمات الصادره جديده بال 2017 بقول لك لازم اول شيء عندك اجراءات وشروط معينه لما تصدر هذا التقرير الطبي، واذا ما كان متفق لهي الشروط لا تقبل في المحكمه. اول شيء لازم اتاكد من مين، من هويه المصاب لما طلع على المستشفى. اثنين، ما بصير انا هذا المصاب يجي لحاله على المستشفى، لازم مركز الامن يحاول معه ويطلعوا ضباط من افراد الشرطه معه على المستشفى، لانه التقرير الطبي القضائيه حتى لو انت كنت مأمل بالمستشفيات هذا يعفى من التامين. هلا بالاول كان بس مستشفيات الحكوميه والمراكز الصحيه الحكوميه مختصه بهذا الموضوع، الان شملت المستشفيات الخاصه. هلا بتعرف التضارب المصالح والمنافسه سواء المشروع او الغير مشروعه بالزمانات كانت تتاثر على هاي التقارير الطبيه، لكن في بروتوكولات صارت بالمستشفيات الخاصه ان المنظمة التقرير تكون بنموذج معتمد بالمراكز الصحيه التابعه عشان انت تقدر تحول للقضاء. هذا النموذج لما انا مثلا عندي حادث سير، مش معقول حادث سير مثلا يجيني المصاب ما في عليه اثار قطرات على 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 رجليه او ايديه، يكون مشخوط مثلا بآلة حاده، طب حادث السير شو ارتباطه بالآلة الحاده؟ بالزبط. فعشان هيك لازم يكون تقرير طبي متعم بهذا الموضوع، تتناسب الادوات الموجوده بجسم المصاب مع الحاله المعروضه عنه، واذا ما كان مذكوره بالتقرير الطبي فهذا لا يعتمد فيه بالمحاكم، وانا كوكيل مشتكي عليه بقدر اطعن بهذا التقرير ابتداء عند المدعي العام. واذا ثبت انه هذا التقرير مزور رح نحكي فيها الموضوع. بدنا نحكي بهاي التفاصيل اذا كان تقرير طبي مزور ايش التبعات. كمان هاي التقرير لازم اذا بدك تعمل ادخال بدك تعاين ليش الادخال، مش مجرد انك تدخله وتنيمه المستشفى للرقابه وخضوع للرقابه الا الحاله الاضطراريه. يعني ضروري يكون مثلا بغرفه الانعاش او الاي سي سي يو، مش انه بس انه موضوع انه مراقبه ليليه فقط عشان اعطيه ليله، لان في ناس بيضطروا يناموا ليله بالمستشفى عشان يزيد من تأثير التقرير الطبي، لأنه التقرير الطبي هو شو محرر فيه وشو عقوبته، شو الحالة الموجودة فيها وشو الأثر فيه ومدة التعطيل فيها، بتزداد العقوبة. هذا الموضوع تفاصيل كثيرة متعلقة في هذا بس الموضوع. بس والله ثواني سؤال سريع. أكيد. هذا حديثك لما يصل للمحكمة. نعم.
قبل المحكمة بالمخفر شو بيصير فيهم بالمركز على المشتكى عليه ما هو المشتكى عليه ما هي الشكوى بشكل المشتكى عليه شو بعمل بعمل وسيلة ضغط على أساس إنه ناب المستشفى على أساس إنه ما يتوقف المركز الأمني عشان تحول ثاني يوم عند المدعي العام خاصة إذا كان عندك يوم خميس مرات 90% لا ممكن لأن الجمعة والسبت في عندنا مدعين عامين مناوبين ممكن يكون أصلاً المناوبة تكون مثلاً شوي عنده مثلاً ضغط بالقضايا فتتحول ليوم الأحد وحتى ممكن تكون أداة ضغط على المشتكى الأول مليون ثاني اللي بيكون أصلاً مو عشان يحاول مثلاً يصلح بين الأطراف خصوصا مشاجرة يعني شيء بسيط تفاصيل كثيرة صراحة بهذا الموضوع تفضلي لا خلص كمليها لا بنكمل طيب دكتورة في معنا أحد المتابعين حابب أنه يشاركنا بهذا الموضوع لو يعطيك العافية السلام عليكم وعليكم السلام أهلا تفضل يعطيكم ألف عافية الله يعافيك تعرفنا بحضرتك أنا محمد أهلا محمد تفضل أستاذ العزيز أنا والله صار معي حادث داعس تقريبيا بتاريخ 27 وللأسف نتج عن هذا الحادث تقريبيا عدد عالي من الكسور بجسدي نعم وأخذوني على الطوارئ لأحد المستشفيات بعمان والطرف الثاني للأسف لما أنا كنت فاقد الوعي مبدئيا لفترة معينة ولما صحينا منها طلبوا إسقاط الحق الجزائي بسبب أنه الأخ الطرف الثاني اللي دعسني أنه دكتور وهذا الإشي رح يكون يعني يزيد سوء على مكانته العملية ومش راح يقدر يمارس عمله من الكلام هذا طيب طبعا مع وجود أهله والضغط والناس كثيرة أنا حكيت لمندوب الحوادث اللي إجاني وأنا بحالة ما كنت جيدة أبدا نعم ولسه صاحي من غيبوبة وعدد عالي من الكسور طبعا بطلب إفادتي وأخذ إفادتي وأخذ إسقاط حق جزائي للطرف الآخر وصارت مشاكل الحمد لله رب العالمين بعديها أخذوني من مستشفى لمستشفى ثاني وتقرر لي أنه أنا طبعاً بحاجة عمليات لصفائح وبراغي والطرف الآخر وين كان في هذه الأثناء؟ الطرف الآخر أعطاني زيارة على المستشفى الأول قبل الإسقاط طبعاً الحق الجزائي ومنتفاجأ إحنا بعد فترة أنه وهو بمكان الزيارة هو كان بحالة زيارة لإلي بيأخذ تقرير طبي أعلى من تقرير طبي اللي أنا معطيني إياه المستشفى نفسه كيف وهو يعني؟ ما فيهوش أي إشي طبعاً. إنه هو تضرر جاب تقرير طبي إنه هو متضرر. بالضبط. أها. والضرر عليه كان عالي كثير والتقرير الطبي يعني بيشهد. فنقلونا على مستشفى ثاني المستشفى الثاني الطرف الآخر جاب محامي وأنا والدي يعني رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. حاولوا توقيعه على أوراق معينة وهو بيعرف شو يعمل. وتوقيعه على اتفاقيات برضه هو مش عارف شو يعمل فيها فالتجأ للمحاسب بهذاك المستشفى والمحاسب نفسه شرح له الوضع انه هذا الشخص بحاول انه يخلي ذمته ويبريها من كامل الاشياء اللي قاعده بتصير بالمستشفى فصارت مشادة معينة بين الطرفين انه انت يعني دعست انت بحاجة انك تلتزم بعلاج هذا الشخص وكل شيء بعد هيك بنحل يعني ما فيش اي مشكلة نعم. للأسف أنا دخلت المستشفى تقريباً الساعة 4 الصبح وظليت بدون أي متابعة لا سواء من مضادات حيوية أو مسكنات ألم لا تقريباً بعد 12 ساعة لحد ما دخلوني على العملية وأنا يعني بكامل الوجع وبكامل قواي خلنا أحكي لكن ما فيش أي متابعة أو أي طريقة متابعة من المستشفى نفسه طيب لما نسالهم شو اللي بصير يعني بالمستشفى بيحكوا انه هاي اتفاقيه الطرف الثاني اللي اجى على المستشفى عشان يحدد لك العمليه هاي اتفاقيته معنا واحنا عمليتنا على العمليه عفوا مقدره الساعه 4 المساء ما علينا صارت العمليه وصار كل شيء والحمد لله رب العالمين ركبوا لي براغي وصفائح في القدم الشمال وعندي كسور بالقدم اليمين ويعني ركبوا لي كمان سياخ بإيدي الشمال وعندي كسور بالقفص الصدري العلاج صار بمستشفى خاص أخوي محمد؟ بالضبط مستشفى خاص تمام. لكن نتفاجأ بعد فترة أنه الطرف الثاني كان متفق على العملية مع مدة إقامة لا تزيد عن 3 أيام أو 4 أيام بعد ال4 أيام أتفاجأ من المستشفى بحكي لي الله سهل عليك ما ظلش وقت عندنا نحن أنه نستضيفك من المستشفى كانت حالتك بتستدعي انه انت تضل في المستشفى اكثر من 3 ايام انا حالتي بتستدعي انه اضل بالمستشفى على اكثر من 3 اسابيع لانه انا كانت رجلي 2 ملفوفين مجبصنين واحده بعمليه واحده بدون
الكسور فيهم من طرف الأصابع لحد الحوض. طيب محمد، التقرير الطبي وثق كل هذا الموضوع أو هذا الحادث اللي صار معك؟ نعم، والإصابات؟ نعم. معي تقارير طبية قوية جدا أنه أنا معي كسور بالقدم اليمنى وكسور تفتت تحت الركبة بالقدم الشمال، كسور تفتت بالكف الشمال، وعندي ثلاث كسور في ثلاث أضلاع بصدري. طيب. بس أنت تنازلت عن حقك، أخذوا إفادتك؟ عن حق الشخصي. نعم صحيح. دكتورة بتحبي تسألي أي سؤال؟ لا هلا أنا بدي أعقب على الموضوع. طيب. نعم. تمام. نشكرك يا محمد. هون الجوهر المشكلة. أول شيء الإفادات، الإفادات يجب أن تؤخذ بعد مرور أقل ما فيها 48 ساعة من الحالة الطبية المرهونة قدامي، حتى لو إجا الطبيب المعالج قال لك أنك بكامل وعي وصحة بتقدر أنت تدخل عنده وتعطي الإفادات. هلا تقرير طبي الأولاني، إحنا في عنا تقرير طبي أول في عنا قضائي القطعي بتكون. هلا الأولي هو مش مثلا تكون دليل قاطع لجريمة، ما هي دليل لإقامة شكوى، يعني هي كبداية عشان أنا أعمل شكوى. عشان هيك أنا بعتبرها بينة طبية مهمة جدا، لأنها بتبني قضية أو بتكيف قضية أو واقع معينة. فلما صارت عن التعليمات الصادرة الجديدة ب 2017 صار يتم زموم كل المستشفيات والمراكز الصحية بنموذج معتمد، يكون معتمد عليه باسم الطبيب المعالج، فيها يكون مثلا ختم المستشفى، ختم رئيس القسم. تخيلي إذا كان واحدة من هاي الشغلات مش موجودة بهذا التقرير الطبي أنا بطعن فيه. هلا ممكن يكون تقرير طبي صحيح وواقعي، بس هلا لما تكون أنت مش محافظ عليه بشكل الروح شكل التقرير، هذا تعتبر مخالفة للقانون، بقدر أطعن فيه كمان، وبقدر أطعن فيه بالتزوير أو بطعن ببطلان إجراء هذا التقرير الطبي. كمان في عندك حقوق ناس ضاعت من عدم اعتماد نموذج معين ممشي عليه في حسب التعليمات ومعتمد فيه على اساس انه انا اقدر انه اعتمد عليه وانزله على المحاكم. هلا وين المشكله الثانيه بتصير عنا؟ هلا عندي حاله موجوده في المحكمه او مثلا بالمستشفى، هلا ممكن هالحاله تكون مثلا كيديه او مثلا العكس، بفترض العكس. انا الان المفروض يكون عندي لجان طبيه مكثفه تكون مرتبطه مع اداره القسم الموجوده في المحاكم مع موجوده بالمستشفيات، برضه كمان ما اوصل لمرحله التوقيف الا بعد مرور 48 ساعه قبل ما يطلع للتقرير الطبي الثاني قبل ما أوصل للقضائي. لأن أنا لما أوصل على المحكمة بعد التقرير الطبي شو بعمل كمحامي؟ بحوله لطبيب شرعي مختص في المحكمة أو لجان طبية مختصة بوقف سير في الدعوة، لجان طبية مثلا أولي ثنائية ثلاثية خماسية حسب الحالة أو الواقعة الموجودة قدامي. فعشان هيك ما عندنا ارتباط بين القضاء والمستشفيات. لو كان عندنا في ارتباط بين القضاء والمستشفيات بنخفف من الشكاوى الكيدية أو صحة موضوع التقارير الطبية، وبنخفف من القضايا اللي بتصير في المحاكم، وبعدين أعتمد على صحة النموذج. مش معقول يكون عندي مثلا زي هاي الحالة مش لأنه مثلا أنا مثلا أخطأت في الشكل بالاعتماد بالنموذج كمان تروح عليه. نعم. لأن أنا عندي طرف تاني محامي بطعن بصحة التقارير الموجودة. دكتورة نور، مستمرين بالحديث معك. نعم. محمد تعرض لحادث سير، أخذوا الإفادة منه بدري، أسقط حقه. نعم. الجزائي أعتقد زي ما حكى، ولكن ظل في بعدين مشاكل. طرف ثاني راح جاب تقرير طبي، وانت عارف شو بصير اليوم. الشق الجزائي والشق الحقوقي صحيح. وتقادمهم كيف يتم التعامل معهم؟ هلا احنا بنعرف انه التقرير الطبي عشان المشاهد يعرف مش بس على حوادث السير، بس بناء على الاتصال اللي صار معنا عم نركز هلا على اتحاد السير. هلا انا كمحامي بالافاده اللي اخذت في حاله المعاينه الاوليه، اذا ثبت بالتقرير انه هاي المعاينه وبنادي وبناقش الاطباء المختصين اللي ورد اسمهم بالتقرير الطبي عن الحاله اللي كانت موجوده عندهم، بقدر اول ابتداء اطعن بالافاده الموجوده كونه ما كانوا صاحي او واعي أو في حالة مثلا ذهنية خارج عن الوعي. تمام. فبطعن إفادة ابتداء بالإفادة. اثنين، في عنا مشكلة بالموضوع القضايا الجزائية الحقوقية. الآن إذا صار قضية جزائية، إيش قضية جزائية تقادمها سنة كاملة. فهنا جوهر المشكلة، لما يكون عندي مثلا تاريخ الحادث 1/1. تمام. أروح أنا أشتكي ب5/1 أعمل تقرير طبي، طبعا أنا بطعن بهذا التقرير لأنه بعد 5 أيام أنا أشتكي عليه. بغض النظر تحولت القضية لمحكمة بالقضية الجزائية، هي بالأغلب هي تنظر الجزائية لحال والشق المدني لحال، وممكن تندمج مع بعض بتكون بقضية واحدة. نعم. هلا تقادم قضايا جزائية سنة كاملة، إذا أنا خلال هاي السنة كاملة ما اشتكيت من تاريخ وقوع الحادث تسقط بالتقادم. لكن القضايا الحقوقية بالتعويض عن ضرر المادي والمعنوي 3 سنين. لكن إمتى بوقف تقادمها؟ لما يكون عندي جزائية مستقلة، لما أخذ قرار قطعي بقضية جزائية بتبلش التقادم من يوم تاريخ صدور قرار قطعي بمدمع كمان 3 سنين. لكن الإشكالية الأكبر من عاني منها هي العلاجات المستقبلية. نعم. هلا 90% بالحالات بتصير عنا بالتقرير الطبي سواء قضايا ذم قدح وتحقير إذا
لانه في تقارير طبيه على عدم وقدح بيجيبوا تقارير مثلا بالضرر المعنوي، انه تعالج عن طبيب نفسي نتيجه هاي المسبه او هذا الغلط، تاثر نفسيا، تاثر في حالته الاجتماعيه، فبيجيب تقارير طبيه انه متضرر نفسيا. هلا انا هدوره عند قضايا ذم القدح والايذاء، مده التقادم في التعويض بالضرر المادي، حكينا عن العلاجات المستقبليه كنا سوري أيوه. علاجات مستقبليه، هلا 90% القضايا الجزائيه بصير فيها تصالح او اسقاط او مثلا حكم. هلا شو بصير عندنا بالقضايا الحقوقيه؟ حتى لو اخذت قرار حكم المدعي بيحتفظ بالعلاجات المستقبلية، وهاي هون يعني خطورة. زي حالة محمد تنازل بالشق الجزائي لكن حقه في العلاج يفترض مستمر. أنه محفوظ مستمر، لكن تمام. أنا كمحامي بطعن بالإفادة في حال أخذت بطريقة معينة، أنه بالحالة الصحية اللي كان موجود فيها، وبناقش الطبيب العاينة أو الأسعفه بالحالة اللي كانت عنده الفحص السرير الأولي، وإمتى أخذت الإفادة، وين أخذت الإفادة، وآلية أخذ الإفادة. لكن أنا بالقضايا الحقوقية بحتفظ بالعلاجات المستقبلية، أخذت قرار حكم بالتعويض عن ضرر مادي معنوي مثلا 10,000، اخر شيء شو بعمل؟ احتفظ بالعلاجات المستقبليه. هلا ممكن يصير عندي مثلا بعد 10 سنين مضاعفات نتيجه هذه الاصابه، برجع له بالقانون، برجع بعوضه. لا نعم 10 سنين، لو 15 سنه، لو 20 سنه، هاي العلاجات مستقبليه. طب مش في ناس بيستغل هذا الحديث 100%؟ لكن وين الجوهر المشكله؟ انه هل العلاجات مستقبليه مثلا صار عنده ذبذبات بالدماغ، طب هل هذا شو ارتباطه مثلا بكسور بالقدم؟ مش معقول انت عندك ذبذبات بالدماغ تيجي تقول لي مثلا هاي علاجات مستقبليه. هون دور المحامي ودور القضاء ودور الخبراء واللجان الطبيه الموجوده في المحاكم، انه بتكون بتقارن بالتقارير الطبيه او الملف الطبي للمريض. ومرات كثير مهم عندنا يكون عندنا ملف الطبي الكامل للمريض او الحاله قدامنا، انه نجيب تقارير طبيه او ملفه القديم، ممكن يكون اصلا معاني مثلا من تشوه خلقي مثلا، ويقول لك هذا نتيجه الحادث. فاول اجراء بيعمله الخبراء ما بياخذوا بس صوره ملف عن المحكمه مثلا الدعوه كامله، بيرجع لتقارير طبيه او اسمه في المراكز الصحيه، او مثلا اذا عنده علاجات سابقه او عنده مشاكل سابقه، عشان اقدر اقارن بالتقارير او الحاله المعروضه عندي او المصاب عندي. في حال المصاب تنازل عن كل هذه حقوق، نازل تم خلص انتهى، ما ببلش انتهى. فيه بعد 10 سنوات أبدا أو 15 سنة. نهائيا انت اسقط حقك، اسقط حقك ابدا. اذا اسقط حقك عن القانوني والجزائي التنين. ابدا اسقاط المصالحه والاستيفاء ابدا، انه انت ما بيطلع له بعد لو بعد اقل من سنه، لا ان لم يرد في نصا وصراحه بالاسقاط انه احتفظ بالعلاجات المستقبليه ما بترجع له والافاده اذا اخذته لو الشخص بطعن بالإفادة. مش بطلب الطبيب المسعف او المعاين او المعالج في هاي الحاله شو الوصف اللي قدامك كان او حاله المصابه امامك، هل كان بكامل الوعي والادراك ام لا، وحسب التقرير القدمي. مش معقول لكم مثلا اخذ افادته وهو غايب عن الوعي، والتقرير الطبي الاول اللي عندي موجود بقول لك مثلا كان دايخ، كان مثلا بيستفرغ، كان مثلا عنده حاله معينه. مش طيب خلينا ناخذ هذا الاتصال بعد انك دكتوره. الو مرحبا. الله يعطيك العافيه. يا هلا الله يعافيك. بصبح عليك وعلى مشاهدين ومستمعين قناه يا هلا ومرحبا مان اف ام، وعلى ضيفتكم الاستاذ نور، الدكتور نور الحبيب. يا هلا ومرحبا، معكم المحامي احمد الشهبات. اهلا ونعم، حيا الله. هلا استاذنا، تفضل سيدي. تفضلوا. يعني انت يمكن تابعت حديثنا مع الدكتوره نور حول التقارير القضائية وما يتعلق بهذه التقارير، ويمكن أنت كمحامي مرق عليك كثير قصص تتعلق بهذه التقارير الطبية، ومنها ما كان كاذب ومنها ما كان مزور. يعني حابين نستفيد من خبرتك في هذا الموضوع أستاذ أحمد. أول شيء بدنا نحكي عن التقارير الطبية. نعم. بنفرق بين التقرير الطبي الأولي والتقرير الطبي القطعي. المهم في التقرير الطبي الأولي يقع عبء الحد من ظاهرة التقارير الطبية المزورة على الطبيب المعالج أو اللي بنسب هذا التقرير أو اللي بورده من خلال مخافة رب العالمين. أول إشي بيكون الدكتور مختص بهذا العمل، مش إحنا بنحد نشوف المشكلات المشاكل خاصة في المشاجرات، شكوى في شكوى. هاي الظاهرة هي الظاهرة الأوسع. نعم. هي الظاهرة اللي كل المجتمع بتضايق منها. في حال أنا بكون عندي اعتداء وبشتدي علي شخص، بتوجه على المستشفى، بروح بيجي علي الضابط الأمني، بقدم إفادتي، بكتشف بعد ساعة أو بعد ساعتين أنه تم الشكوى علي. نعم. وتم الشكوى علي. فهناك هون التقارير الطبية مزورة، لازم نحد منها. كيف نحد منها؟ أول العبء على الطبيب. نعم. مخافة رب العالمين في انه اعداد تقرير طبي في الواقع الحال. تمام.
طب أستاذ يعني هون إيش هي الأدلة اللي ممكن أنه يتم الاعتماد عليها لإثبات أنه هذا التقرير أو هذا التقرير الطبي هو تقرير مثلا مش صحيح أو كاذب؟ هل ممكن أنه يعني يتم الاكتفاء بشهادة الشهود أو مثلا وجود أدلة مادية أخرى يعتمدوا عليها؟ التقرير الطبي الأولي يصدر تقرير طبي أولي. بعد التقرير شو بيشمل التقرير الطبي الأولي؟ التقرير الطبي الأولي أول شيء بدي يشمل التقرير الطبي الأولي عن الإصابة وما هي في الإصابة واسم المصاب وتاريخ دخول المستشفى وتاريخ الخروج وعمر المصاب واسم المستشفى والمنظم التقرير. تمام. بعد حصول على التقرير الطبي الأولي يجب الحصول على التقرير الطبي قطعي من أجل التوجه اللي عشان يأخذ تعويضه وتوجه إلى المحكمة. التقرير الطبي القطعي لا يصدر إلا عن جهة الطبي الشرعي حصراً. يعني التقرير الطبي الأولي بيصدر عن كل المستشفيات الأردنية. ولكن التقرير الطبي القطعي لا يصدر إلا عن طريق الطبي الشرعي. الطبي الشرعي طبعاً بيستشير الأطباء، مثل في عندنا حالة مثل إصابة في العظام، بشوف التقرير الطبي، بشوف شو كتب التقرير الطبي الأول الدكتور، ممكن له حق أجاز للقانون إنه يروح يشوف دكتور ثاني هل هذا التقرير صحيح، هل الوارد فيه صحيح. هاي شغلة. الشغلة الثانية من التعليمات الجديدة اللي أصدرها وزارة الصحة للحد من ظاهرة التقارير المزورة من التزوير في التقارير، أول شيء نظام البصمة. أدخل المشرع الأردني من خلال مراجعة الشخص المصاب من أثناء مراجعته من خلال بصمته عشان معرفة تاريخ دخوله، مين أعد هذا التقرير، تاريخ دخوله، مين أعد هذا التقرير، واسم الطبيب المعالج ومعد لهذا التقرير. هذا حد كثير من التقارير المزورة. وشان شغل في شغلة ثانية نعرفها، إنه كل التقارير الطبية أصبحت الطريقة الطبية الأولية والقطعية أصبحت كلها محل مراقبة من خلال اللجان الطبية. إحنا بنعرف إحنا بالأردن في عندنا 7 لجان طبية، هي اللجان الطبية المركزية واللجان الطبية اللوائية واللجان الطبية اللوائية العلاجية واللجان الطبية المركزية العلاجية واللجان الطبية العليا واللجان الطبية الشرعية الطب الشرعي واللجان الطبية التي يشكلها وزير غايات محددة. هذه اللجان كلها اللجان الطبية بتحد كثير من التقارير المزورة، فإنه بيعرف الطبيب اللي بده يصدر تقرير طبي أولي إنه مراقب، في عنده درجات مراقبة من خلال اللجان الطبية. يعني مثلا احتصلت على تقرير طبي أولي وعلى تقرير طبي قطعي من خلال الطب الشرعي، انا شفت حالي انه انا اصابتي والله مش ما هي مناسب مع التقرير الطبي القطعي، نعم ممكن اتحول للجان الطبيه. اللجان الطبيه تعطيني مده التعطيل ونسبه العجز. نعم. مده التعطيل ونسبه العجز في حال انا كمان ما كنتش راضي عنها، ممكن اقدم طلب لوزاره الصحه ولوزير الصحه انه هذا اني انا هذا التقرير اللجان بعترض عليه، انا بطلع لي نسبه عجز اكثر. نعم. بشكل وزير الصحة بشكل لجان عليا، إما برجع التقرير للجان في اتخاذ إجراء مناسب أو تحويله لجان أعلى منه من خلال لجان طبية. نعم. اللوائية واللجان الطبية اللوائية يكون قرارها صادر. هاي شغلة. الشغلة الثانية، لا يمكن الطعن في التقرير الطبي الأولي أو القطعي إلا بالتزوير. طيب. هذا الشغلة نعرف فيها نكون واضحين فيها. نعم. أما الاعتراض يكون بس على الاعتراض يكون على التقرير اللجان الطبيه، يقدم لوزاره الصحه في مديريات الصحه ومن ثم تشكل لجنه طبيه بتشوف المريض وبتشوف حالاته وبتشوف ملفه الطبي الكامل. نعم. صحيح. طيب بدي اشكرك كل الشكر الاستاذ المحامي احمد شهبات على هذه التوضيحات. دكتوره تتفقي مع المحامي احمد؟ مليون بالميه. هلا هو حكى عن موضوع تقرير الطب القضائي الاولي، حكينا عنه الاولي، بعدين تقرير الطب القضائي الثاني. هلا مين بيشكل نسبه العجز؟ هاي زي ما حكى الاستاذ احمد شهبات وجه له تحيه. لما يكون عندنا مثلا لجان طبيه مشكله في المحاكم وتتحول القضيه للمحاكم، انا التقرير الاولاني والثاني ما بطعن فيه الا بتزوير. شو يعني التزوير؟ التزوير مثلا ما يكون نفس الطبيب المختص او العاين هو اللي وقع عليه. حتى بالدستور الطبي الاردني، ونادرا ما حدا بيعرف انه في عندنا دستور طبي الاردني. نعم. بقول لك يمتنع على الطبيب والدستور الطبي، اولا اسم الدستور هو اعلى المنظمات الهرم القانوني. نعم. فهو يخضع لتحتيه الانظمه القوانين والتعليمات. بقول لك يحضر على الطبيب اصدار اي تقرير دون معاينه. يعني حتى اللجان الطبيه تتحول بالمحاكم لازم المعتدي عليه او المشتكي الموجود عندنا في المحاكم بتحول لجان طبيه، بتحول كامل ملفه وسجلات الاجراميه السابقه، اذا كان حتى عنده مثلا بالدافع الكيديه، اذا كان عنده سوابق قيديه في هذا الموضوع، اذا كانت هاي الاصابه نتيجه اصابه قديمه صار عندك تطورات، لانه
ساعات بيكون عندك اصابه فوق اصابه. فهذا مين بيحدده؟ اللجان الطبيه الثلاثيه او الخماسيه بتكون هي مشكله، ما بقدر انا اعترض او اطعن فيها، خاص بيكون قرارها قطعي ابدا. وممكن انا اوقف اقدم طلب وقف السير في الدعوه. ليه؟ هاي اللجان الطبيه بالمحاكم بنعاني منها انها بتقعد تاخذ فتره زمنيه في مثلا اعداد هذا التقرير. فانا كمحامي بقدم وقف السير في الدعوه 6 أشهر تمام، فاشوف اذا هذا التقرير تم اعداده او تم تقديمه لدى الاقلام موجوده في المحاكم ام لا. بعدين اذا مر 6 أشهر لم تقدم للمحاكم بقدم تقرير تجديد في الدعوه من النقطه اللي وصلت اليها لغايه انه استمرار باحضار هذه التقارير الطبيه. طيب تمام. ما بعرف اذا الشباب جاهز مع كل الطب الشرعي، بعدين رح نحكي عن التزوير. طيب لسه مش جاهز اليوم. انا كيف بدي عن التزوير والتقارير الكاذبه أوكي. يعني كافي لردع مرتكبي هذا الجرائم؟ هلا اول شيء عندنا العقوبات المرتبطه فيها. صح، حكينا بقانون المهن الطبيه مين هي المهن المختصه في اعداد هذه التقارير الطبيه واوردتها على سبيل المثال للحصر. لكن شو بقول لك ماده 266 من قانون العقوبات الاردني؟ بقول لك كل إن شخص طبيب او امتهن بهاي الطب ممارسه هذا الطب او الخدمه العامه قدم تقرير فيها مصدقه كاذبه معده لتقديمها للسلطات العامه، يعني انا كطبيب انا بعرف انا بعمل هذا التقرير الطبي انه هذا التقرير الطبي راح يتوجه للسلطات العامه، يعني تنزل القضاء، وانا كاتب فيها مثلا مش بالحاله معينه قدامي او متعارضه مع الحاله قدامي، يعاقب بعقوبات معينه. هلا مرات مثلا انا العقوبات اكثر من عقوبه، ممكن يكون عندك الشخص اللي كتب التقرير انتحل صفه طبيب، قد يكون مساعد طبيب، قد يكون ممرض، بس وقع عن الطبيب ان انا موجود وصارت هاي الحالات باحدى المستشفيات. فبقول لك اذا كان هو العدد عد هاي المصدقه الكاذبه بتكون عقوبته من لا ينقص من الحبس عن سنه قولا واحدا. لكن اذا عد هاي العقوبه طبيب وكانت موجوده المعاينه موجوده عندك تختلف عن المعاينه موجوده او القرار اللي اخذته انا حكم قط في المحكمه، عقوبته لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر. هل وين انا المشكله؟ مشكله في تطبيق العقوبه الاشد. هل القانون موجود لكن التطبيق نادر ما يكون موجود، خصوصا اذا كان في عندي اسقاط الحق الشخصي في المحكمه. هلا بس هاي القضايا بتهم فيهاش اسقاط حق الشخصي، لان اذا انا ثبتت في المحكمه انه هذا الطبيب عاد مصدقه كاذبه في التقرير الطبي بتصير حق، هي حق عام من الدوله نفسها، المدعي العام يحرك القضيه من تلقاء نفسه. بتصير خصومتهم مع وزاره العدل، خصومتهم مع الدوله وست معي، فما فيها اسقاط. لكن وين المشكله؟ مشكله مرات احنا من المعاني هي اللي هي تخفيف العقوبه مثلا، خاصه اذا كان طبيب، لانه عندك النص مرتبط مع بعض، انا كمحامي دفاع النص مرتبط مع بعض، ممكن اطعن ان طبيب لا يعلم انه هاي راح تتقدم للسلطات العامه. أيوة. فتخفض العقوبه. طيب دكتوره بدنا يعني نعرف الدور اللي بيلعبه الطب الشرعي بهاي القضايا. بنرحب بالدكتور ماجد الشمايلة مدير المركز الوطني للطب الشرعي. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك. اهلا فيك. تحياتي لك. أهلا فيك. يا هلا ومرحبا فيك دكتور. دكتور، ما هو دور الطب الشرعي في القضايا القانونية وكيف يساهم في كشف الحقيقة وخصوصا فيما يتعلق بكتابة التقرير؟ نعم، أول شيء صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. طبعا احنا تقريبا معظم التقارير اللي بتكون فيها مطلوب خبرة طبية خاصة للمحاكم بكون للطبيب الشرعي دور فيها. بنحكي عن التقارير الطبية القضائية القطعية، بنحكي عن تقارير الكشف على الوفيات، تقارير الخبرة وغيره من نوع التقارير. وطبعا اهم تقرير احنا بنركن عليه دائما في موضوع تنظيم التقرير هو التقرير الاولي اللي بيصدر بالعاده من المستشفى او من يعني من اقسام الطوارئ في كل المستشفيات. نعم. فاحنا يعني تقريبا الدور الاساسي انه بما يخص حالات اللي هو اللي يعني الاصابيه اللي هم خلينا نقول يعني الحالات الياديه هي التقرير الطبي القضائي القطعي اللي هو يصدر حصرا من مراكز الطب الشرعي التخصصيه اللي هو في مركز وطني الطب الشرعي. نعم. أستاذ، يعني شو هي العناصر الأساسية اللي لازم أنه يتضمنها التقرير الطبي لحتى يكون دليل قوي في القضايا الجنائية، وأيضا يعني كيف يتم ضمان دقة وموضوعية هذه التقارير؟ يعني بشكل عام التقارير فيها شكل عام وموجودة في نظام في تعليمات إصدار التقارير الطبية ونظام اللجان، وتتضمن أنه يعني أكيد اللي هو صفة تعريفية للشخص المعني بالتقرير من اسمه وجنسه وعمره وإلى آخره. نعم. الأهم من ذلك اللي هو مشاهدات الطبيب السريرية مثلا إذا وجود إصابات من عدمه، بتضمن الجزء البعدي إذا احتاج الطبيب مثلا استشارات أو رأي فني متخصص، يعني مثلا حالة كانت متعلقة بإصابة عصبية ممكن يستشير أطباء الأعصاب، ممكن يستشير أطباء الباطنية، وبالنتيجة النهائية يعني يبدأ الشرعي يعني رأيه الطبي بما يخص القضية هاي. فحسب القضية أحيانا بكون
يعني المطلوب القضية هو اللي احنا نسميها مدة التعطيل او العاجز المؤقت عن عمل. نعم. ومرات نحتاج انه يكون الرأي الفني بما انه اذا تخلف عن الموضوع عجز او غيره، او في القضايا المتخصصة في الاصابات الجنائية ممكن يعني يسأل عن 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 اللي هم نسميها خطورة الاصابة. هذا نحكي طبعا عن عن التقارير العيادية او التقارير اللي تصدر للاحياء. نعم. ولا هذا من ناحية الشكل، لكن نعم. يعني من ناحية إجرائية المهم جدا انه لا يجوز اصدار اي تقرير الا بحضور المصاب، هذا الشيء اكيد، ومعاينه المصاب. نعم. وحتى يعني ابسط انواع التقرير اللي احنا بنسميها الاجازات المرضيه، يعني احنا اي مصدق او اي تقرير بقدم الطبيب هو يعتبر تقرير طبي مصدق. فحتى ابسط انواع التقارير اللي هي بنسميها الاجازات المرضيه، يعني هاي ضروري وجود المصاب وحضوره. نعم. لا يجوز اعطائه اي تقرير بدون حضور المصاب. نعم. طيب دكتور، هل تعتقد أن حصر تحرير التقارير الطبية بالأطباء الشرعيين هو الحل الأمثل؟ يعني حاليا هو النظام هيك، يعني يسمح فقط التقارير الطبية القضائية القطعية. إذا بتحكي أنت التقارير الطبية الأولية، لا يعني أي طبيب قادر أنه يحرر التقارير الطبية الأولية في الأقسام المستشفيات. أي طبيب بأي اختصاص قادر يحرر تقارير ممكن تستخدم لغايات قضائية المستشفيات. الآن لما نحكي عن موضوع التقرير الطبي القضائي القطعي، نعم يعني ما زالت المحصورة في الطب الشرعي، لأنه إحنا يعني جزء مهم من تدريبنا كأطباء شرعيين هو تقييم الإصابات. يعني دائما الأطباء في الأقسام أو التخصصات الثانية يعني دائما بيكونوا مدربين على اللي هم سميها على التشخيص السريري، لكن إحنا يعني جزء من تدريبنا أو يعني خلينا نقول محور تدريبنا كأطباء شرعيين هو تقييم الإصابة وتشخيص الإصابات. فدائما عندنا يعني احنا بنقول كاطباء شرعيين يعني ادق من انه نشوف اصابات من اطباء ثانيين، والسبب انه هو هيك طبيعه تدريبنا يعني. فنعم ما زال التقارير الطبيه القضائيه القطعيه تحديدا محدده يعني بالاطباء الشرعيين، واعتقد انه يعني بما انه هو جزء من التدريب اعتقد انه دائما افضل تكون بنفس يعني محصور بالاطباء الشرعيين. نعم. كل الشكر لك الدكتور ماجد الشمايلي مدير المركز الوطني للطب الشرعي على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات. حديث مستمر معك دكتورة. نعم. نور، بدنا نتحدث عن صلاحيات الطبيب الشرعي. وأيضا إذا في طبيب أعطى تقرير طبي كاذب إيش ممكن يترتب عليه؟ نعقب على الحديث السابق لما أستاذ غيث حكى أنه ليش ما يكون مثلا الاختصاص هذا للطبيب الشرعي. نعم. أول شيء الطبيب الشرعي كطبيبك هو علم مختص بالأمراض التشريحية. نعم. وهلا بالتعليمات الصادرة في موضوع إعداد التقارير نصت المادة وحددت شو مهام الطبيب الشرعي. الطبيب الشرعي في المادة 6 بالتعليمات له أكثر من اختصاص، بأنه بيكون عبارة عن أنه بيحكي مع المدعي عام، أنه يكون موجود مناوب في إحدى الحالات المنصوص على القانون. صار عندك حادث طعن مثلا، مثلا إصابات اعتداءات جنسية مثلا، حروق لحد 30%. فالطبيب الشرعي مرتبطة بمختص شرعي. الشرعي هو تشريحي. نعم. فمش معقول كمان أنا أعطي الاختصاص كامل في موضوع إعداد التقارير للطب الشرعي. نعم. لأنه في عندك الطبيب الشرعي يمكن بده يستعين بذوي الاختصاص خبرة في موضوع مثلا تقارير طبية في إعداد وبحثا عن المصداقية كذا. يعني على المصداقية، هلا المصداقية موجودة في لما يكون عندك تقرير طبي قضائي قطعي. لأن يكون عندك لجان مثلا ثلاثية خماسية، لأنه أنت لما يكون عندك لجان ثلاثية بكون في عندك مثلا ثلاثة بعدوا التقارير، ممكن يكون عندك رأيين مخالف ورأي مع، فأنت التصويت بكون أكثر للأعداد الموجود بالتصويت بالإعداد التقرير، لأنه اللجان ثلاثية أو الخماسية بكون التقرير منظم. طيب دكتورة سؤال سريع. نعم. إذا كان في تقرير طبي أولي بفيد في أنه ردود في. نعم. عنده الشخص ردود. أوكي. وحالته يعني جيدة. لما وصلت للقضاء بعد 20 يوم لنفترض، هاي ردود راحت، شو بصير على الشخص وعلى التقرير؟ هل يعتبر كاذب ولا لا؟ هل أنا بطلب التقرير الطبي الأولي للمعد، وبطلب الطبيب لعاين، خصوصا مع التعليمات الجديدة لازم يكون اسمه موجود الطبيب المختص اللي عاينه. هلا مرات بتكون عندي كمان حالات بإعداد التقارير الطبي الأولية، درجات الردود بتكون مثلا واصلة لمرحلة النهاية بتكون للخضار، بالبدايات. أيوه. بتكون على زراء. فأنت لما إجوا عندك كان اللون أزرق وصل لأخضر، عشان هيك بحكي لك إحنا المحامين حتى المدرسة الطب لما يكون عندنا موضوع بتعلق في هذا الموضوع. فإحنا لازم نستعين مثلا عندك حالة ردود، لازم نستعين بالطبيب بتعلق بختص موضوع ردود. درجات الألوان لما وصل على معاينة التقرير الطبي الأولي كيف كان درجة اللون؟ درجة اللون معناته أخضر، معناته وصلت لمرحلة نهائية. فبيجي الطبيب العاين يعني أول مرة قديم. نعم صحيح، بيجي الطبيب العاين أول مرة بيجي بحكي بحدد نعم صحيح لما وصلت للحالة كان ببداية الردود باللون الفاهي أو الأزرق أو النهدي حسب الحالة الموجودة عندي.
تمام نعم. تمام بدنا نشكرك دكتورة نور على كل هاي الإيضاحات وعلى يعني صراحة عندنا كثير أسئلة بالضبط تحتاج أكثر من حلقة صحيح. حلقة الحديث عن هذا صحيح. الموضوع لكن يمكن إحنا أوجزنا وأشملنا الموضوع بكل جوانب بدنا نشكرك الدكتورة المحامية نور الحديد المختصة بعلم الجريمة على تواجدك معنا بصراحة